from the University of Music in Egypt. An interview with Dr. Nafisa Zaghloul, from the music department of the university in Egypt. Huh? Beginning? Yes, from the beginning. August 16, 1982. Go ahead. Dr. Nafisa Zaghloul, Ustazet في كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان من القاهرة حضرت لتدرس طرق التدريس الموسيقية في جامعة USC. أهلا وسهلا دكتورة نفيسة. أهلا بيك. ما هو غرض زيارتك في أمريكا؟ أنا جاية هنا عشان خاطر أطلع على طرق تدريس الموسيقى وبالذات طرق تدريس آلة البيانو، فبعمل بوست دكتورال ستادي بتاعتي هنا لأن أنا أوريدي خدت الدكتوراه بتاعتي من مصر. هل لديكم أعداد من السيدات حصلوا على الدكتوراه في الموسيقى في مصر غير سيادتك؟ عندنا كتير دلوقتي، يمكن حوالي 50 في التخصصات مختلفة في الموسيقى. يعني ما هي التخصصات؟ يعني مثلا عندنا في تدريس آلة البيانو، في تدريس آلة الآلات الوترية، في الموسيقى العربية، في النظريات، في الإيقاع، في جميع التخصصات بتاعة الموسيقى كلها. ما مدى إمكانية تطبيق ما قمت بدراسته في الولايات المتحدة بالكليات الموسيقية بالقاهرة؟ هو أحسن حاجة شفتها هنا هي تدريس البيانو في مجموعات، يعني بدل ما الأستاذ بيدرس لطالب واحد، هنا ممكن 12 يدرس لهم أستاذ واحد، ودي هتكون عملية جدا بالنسبة للكليات عندنا، لأنها اقتصاديا هتنفعنا، لأن عندنا مثلا في شورتج من ناحية الناحية الاقتصادية، فبدل ما هاخد أستاذ وطالب دلوقتي هاخد 12 طالب يدرس لهم أستاذ واحد، بدل ما هستخدم حجرة واحدة لكل طالب حجرة هستخدم حجرة لكل 12 طالب. بس هتحتاج ال 12 بيانو بقى. معلش ما يجراش حاجة، ما انت في الوقت ده بتوفر 12 ماهية أستاذ، نفس الحكاية. كمان احنا ما عندناش تخصص مثلا ان انا اطلع بيانيست، فانا مش محتاجة يعني للتخصص الدقيق قوي بالنسبة للعزف. واللي بيتخرجوا بيشتغلوا فين؟ بيكسبوا ايه؟ بيعملوا ايه المفروض؟ المفروض اللي بيتخرجوا من عندنا بيطلعوا اساتذة موسيقى، بيدرسوا في المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، وممكن يدرسوا في نفس الكلية اذا كانوا متفوقين، بس للأسف كلهم بقى بيسافروا البلاد العربية، فاحنا عندنا شورتج فظيع قوي في أساتذة الموسيقى بالذات. هل تعتقد انه يمكن تطبيق طرق تدريس الموسيقى الغربية على الموسيقى العربية؟ قوي، اصل الموسيقى كلها لغة واحدة، هو الاختلاف في بعض حاجات. يعني مثلا انا اما اجي امسك الالفابيتك بتاعه الموسيقى اللي هي دو ري مي، هلاقيها في الشرقي زي ما هي في الغربي، الايقاع، الموازين الموجوده هنا موجوده هنا، مع اختلاف الموسيقى العربيه بيزيد عليها بعض الايقاعات، والموسيقى الغربيه مثلا بتستخدم الهارموني. الموسيقى العربيه لها مقامات مختلفة، يعني في المقامات الغربية هنلاقيها في المقامات الشرقية، بس المقامات الشرقية في بعضها بيختلف عن المقامات الغربية، لكن طريقة التدريس أو الأبروتش نفسه هتلاقيه واحد، فما فيش اختلاف كبير. ما هو نظرة المجتمع العربي لتدريس الموسيقى؟ هو دلوقتي أحسن كتير. أنا بتهيالي إن قبل كده ما كانتش قوي، يعني انك تقول مدرس موسيقى دي كانوا بيبصوا لها نظره مش قوي. دلوقتي اتحسنت شويه، بس مش في كل المجتمعات العربيه، يعني في مجتمعات عربيه بترفض تدريس الموسيقى، وفي مجتمعات مثلا زي الكويت وابو ظبي والحته بيدرسوا موسيقى. الكلام ده لو هم بصوا لها انها دي ماده تربويه بتخدم في تكوين شخصيه الانسان، لكن إذا أنت خدتها على أنها مادة ترفيهية طبعا هترفضها، بيرفضوها، هم بيعتقدوا أنها مادة ترفيهية ممكن تؤدي إلى الابتزال، وده مش صحيح. في مصر أنا سمعت أنه أخيرا بيمنعوا الحفلات الموسيقية في الجامعات،
هل ده بيأثر على الموسيقى والمدرسين الموسيقى؟ ما هو للأسف ده أنا بعتبره عدم وعي من الطلبة، لأن هم لو اعتبروا الموسيقى دي مادة أساسية تربوية مهمة ما يمنعوهاش، وهم بيمنعوها لأن بعض ساعات بيجيبوا فرق يمكن مش المستوى المفروض إن هو يؤدى في الجامعات، بس أعتقد إن برضه هم كانوا رفضينها رفض بات، وده مش سليم، لأن مفروض أنا فاكرة يمكن من 30 سنة كانت الجامعات بالذات كانت هي رائدة لإيه للموسيقى، والموسيقى الرفيعة بالذات الكلاسيك، وكان في جماعات جرامافون وكان بيتبناها أساتذة مثقفين جدا وكان بيشارك معهم الطلبة وكانوا بيساعدوا على نشر الموسيقى الحضارية والثقافية. دلوقتي للأسف ما أعتقدش إن الاتجاه ده موجود، ودي حاجة بتزعل جدا يعني. فأرجو يعني إن يبتدوا يفهموا إن أو يحترموا الموسيقى، ويبتدوا هم يشاركوا في إنهم ينتقوا الموسيقى اللي ممكن الجمهور يستمع إليها، لأن ما كانش الطبقة المثقفة اللي هي بتاعت الجامعة تتبنى خدمة الموسيقى، مين اللي هتبناه؟ هل لك أي مسج للأمريكان هنا، العرب اللي عايشين في أمريكا بالذات؟ تقصد السيدات المصريات أو العرب؟ أنا كل ما أتمناه إن هم يلتزموا برضو بتقاليدنا وبعاداتنا، وما يتقلدوش في الأمريكان، لأن الأمريكان أمريكان والشرق شرق والغرب غرب، لأن لما الواحد بيتقلد من الأمريكي لا بيبقى أمريكي ولا بيبقى شرقي، وبتروح شخصيته وبتروح حضارته وثقافته. فأرجو إنهم مهما قعدوا في أمريكا إنهم يلتزموا بحضارتنا وثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا. مرسي قوي مدام زغلول، فرصة سعيدة جدا. شكرا. Thank you very much for viewing our program and see you next time.